هلو ترانسفورم سمت، بعتذر انه انا ماني معكم اليوم، كتير ثقيل عم بعمله انه واقف بالديجيتال سكرين قدامكم وقاعدين عم تحضروني انا عم بحكي، كنت كتير حاببكم معكم. ما بعرف الاودينس قديش كم حدا قاعد عم بيحضر هلا، فيكم تاكلوا بوب كورن تشربوا كوفي ام فاين وذ ات، حتى لو كنت هنيك معكم لايف فيل فري انه تسالوا اسئله. بعرف هلا ما فيكم تسالوا اسئله، مش معقول تعملوا بوز وتلفنوا لي، بس ام سوري قصه الفيزا كان كتير صعب علينا هالفتره وما اخذنا فيزا على مصر. Anyway, long story. فطلبت مني نانسي والتيم انه اعمل اتليست فيديو صغير للشيء اللي كنت بدي شاركه. انا ما بحب كتير احكي قدام سكرين لانه بحس انه دايما في كونكشن والكيو اند اي واتفاعل معكم وهيك، واهم شيء اتعلم منكم لانه ام شور في كتير جريت مايندز هنيك وسكيلد فيلم ميكرز وسوشيال ميديا اكسبرتس، وكنت كتير حابب لحتى اتعلم اشياء جديده معكم، بس للاسف ما ساعبت. بلكي مره تانية بنقدم قبل بشي 7 أشهر على الفيزا على مصر بيعطونا. Thank you انه عندي هالopportunity انه شارك معكم شوي عن الكرياتيف او how to construct a visual story. اكيد في كذا طريقة لحتى نعالج هذا الموضوع وكذا angle، بس اليوم رح جرب اخد سايد يلي قد ما فينا نحن نستعمله بفيسبوك، خصوصا وقت نكون عم نحكي عم نعمل اشياء كرمال our partners BCV اللي هن شارك او غير platforms او غير websites اللي بنشتغل معهم. So اليوم رح اجي لعندكم بفيديو انا ويسترنات، وذا ريزن اللي جبت معي يسترنات هو لانه دايما صار لي حوالي 15 سنة كل ما اكون على ستيج او كل ما سافر بروح معي. So اليوم اول مرة بيعمل شيء لبرا من لبنان. So hi يسترنات. طيب digital marketing how to construct a visual story. رح بلش بكوت من أينشتاين، هي بالإنجليش أكيد، بيقول when we survey our lives، ما بعرف قد ايه كبير سكرين عندكم إذا عم تقدروا تشوفوا هذا الشيء، when we survey our lives we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. ما رح أقراها كلها، بعطيكم few minutes تقروها أو few seconds. The reason why I started بهذا الشيء هو لأنه بالآخر بقول the individual is what he is and has the significance that he has, not so much in virtue of his individuality، مش لأنه هو لوحده كين بس لوحده، but rather as a member of a great human society. This is what social media is supposed to be. تناخد the good side of it. ما عم نعطي social media، نحن أكيد في بيناتكم experts بهذا الشيء، بس supposedly social media مجبورة أو مفروض تجمعنا مع بعض تحتي لي نكون نحن هيك one member of this community يلي منحك على بعض ومنتعلم من بعض. So منكون نحن مميزين حسب الكوت ومنكون نتعلم من بعض، بس لنكون نحن عم نعيش مع هالcommunity. So that's why بس نحن نجي تحتي لي to construct a visual story. ما فينا نعملها لحتى أنا أعملها أحضرها أنا لوحدي بالبيت وما حدا يشوفها. I need humans. I need humans تحتي اللي يصورون اسمع قصتهم وهن عندهم هيدا القصة وهن سمعوا هيدا الشيء because of connections مع other humans كمان وهيك. بس نحتك مع بعض ونحك على بعض ومثل في حتى ال verse من البيبل as iron sharpens iron so one man sharpens another، مثل ما الحديد بحك على الحديد وبغيره وهيك كمان نحن منحك على بعض ونغيره. نحن ب 116 يعني ما بعرف كيف صرنا مطلوبين أكتر وقت نكون عم نصور تستيموني أو شهادة حياة لحدا. هذا الشيء منحب نعمله، وأنا كتير بحب الستوريز يلي هن ريل ستوريز، لأنه بقديش في ماتيريال على فيسبوك أو على السوشيال ميديا مش بس فيسبوك، وقديش في فيديوز يلي بينكبوا على السوشيال ميديا كل يوم وبيطلعوا. سو صار الشيء الحقيقي أو الشيء اللي هو ريل يلي بيلمس الشخص وعم بخبر قصة يلي بتتخطى شو عم بعمل تكنيكلي وبتتخطى أي كاميرا عم بستعمل وبتتخطى أي فورمات وقديش طولة وكل شيء، صار الهيومن مثل ما كنا عم نشوف بالكوت بده يطلع ويسمع ويصير جزء من هيدا القصة، يضحك بس الشيء يجي شيء بضحك ويتأثر ويبكي وهيك يحس انه في شيء غمره من جوا، بس ليكون في شيء عم بيأثر مزبوط ويحس انه حضر شيء منه فيديو وحضر شيء منه على السوشيال ميديا بس كان جزء من قصة موجودة وصارت بحياة حدا.
فتتنقل هيدي القصة من هناك. للأسف بدك تكون يعني بدنا نكون عم نستعمل تكنولوجي ونكون عم نستعمل اشياء تكنيك يلي هو بنستعملها بالتصوير حتى نقدر نكون عم نعطي حق هيدي القصة وننقل هيدي القصة يلي هي كانت أوقات طويلة أو حياة أو سنين ونحطها بكم دقيقة ونقدر نقدم لكم إياها. اليوم رح نحكي عن واحدة من تستمونز عملناها اللي هي تستموني تبع جان يلي كان طلعت على شارك يلي ما بعرف مين حضرها منكم. بس to make sense لكل التوك يمكن خلينا ناخد 6 minutes ونحضر هيدي ستوري لأنه it is important لنشرح شو صار فيها. So رح نروح full screen ونحضر ستوري تبع جان. كنت شي فيه أساوي كنت أنا فيها وانتقام وعدم غفران انكسر. يا رب سامحني أنا بعدت كتير عن الطريق اللي أنا كنت فيها ونزلت عركاكيبي أنا صرت رفعت إيدي وصرت صلي. لا أنا بس سمعت بالخبر حقيقة صرت خبطت راسي بالحياة قد ما كان الخبر كتير صعب علي. أنا اسمي جان، أنا ربيت ببيت فيه 9 أخوة، أنا الأصغر بالبيت، أنا رقم 9 بالبيت. توفى بي أنا بعمر 5 سنين. أختي الكبيرة هي تولت مسؤولية تربيتنا ونحن كان بيتنا بيت فقير يعني عقد الحال. بسنة 2000 صار عنا وضع أمني بالمنطقة اللي نحن عايشين فيها. تعرض الجيش لكمين مسلح من مجموعات إرهابية وقتل على أثرها 5 شباب من الجيش اللبناني. وقت تحاصرت هذه المجموعات الإرهابية فاتوا واقتحموا بيتين بآخر الضيعة. وقت صارت المواجهة بين الجيش والمسلحين سمعت أطلق نار. أنا اتجهت وعرفت أنه فاتوا على البيت اللي هو فيه اختي وبنت اختي، وكنت على مسافه قريبه عده امتار. كنت عم شوف المواجهه قديش كانت شرسه. الصراع اللي كنت انا عم بعيشه وقت اللي كانت المعركه دايره انه انا كنت عسكري سابقا وانا كنت بالحرس الجمهوري وعندي قدرات قتاليه منا هينه ومنا قليله، وانا عم شوف البيت كيف كان عيتنتف بالرصاص وبالأزيف. ماني قادر أعمل شيء ولا أقدر ساعد أختي وبنت أختي اللي هني محاصرين بالبيت أو كانوا مجروحين وعايزفوا. انتهيت المعركة إجا خبر أنه أختي وبنت أختي أنه هني قتلوا بقلب البيت. أنا بس سمعت بالخبر حقيقة صرت خبطت راسي بالحياة قد ما كان الخبر كتير صعب علي، لأن كان عندي أمل أنه يبقى حدا منهم طيب. والمنظر يعني أنا شفته كان كتير صعب. قتلة من المسلحين بالأرض، أختي وبنت أختي ما قدرت شفتهم لأن كان مسكرين عليهم لأن كان مشوهين. ما كنت بحب أنه أوصل لهون لهالحالة اللي وصلت لها. بهيديك اللحظة أنا قلبي تحول لحجر وهون بلشت رحلة المعاناة معي أنا كشخص. بلش من هذيك الطريق لأربع سنين تعليم المسيح بموسط الجبل أحبوا أعدائكم باركوا لعينيكم، والوضع والواقع اللي أنا صرت عيشه بعدم الغفران عدم المسامحة، بل بقلبي أنه أنا كنت عبريد أنه يصير فرصة تانية لمواجهة مع هيك ناس لأنا أنتقم حقيقة وفجر كل الغضب اللي صار بجواتي والمرارة اللي أنا كنت عايشها والانتقام اللي أنا كنت حاب أنا أوصل له. حقيقة صراع ما بتمنى لحدا. بسنة 2004 صار مؤتمر بكنيستنا بالضيعة بالفرحبو، وحقيقة أنا بهداك الوقت شعرت أنه أنا مواجهة أنا والرب، والرب عيتكلم معي مواجهة. أغسين خلاص خلاص عطى دعوة للتكريس. أنا الرب حقيقة بهداك الوقت حبته كسرت قلبي، بحبه لدرجة إنه أنا حسيت كل شي فيه أساوي كنت أنا فيها وانتقام وعدم غفران انكسر. مدل شي كسر لدرجة أنا تقدمت لقدام ونزلت عركاكيبي أنا صرت رفعت إيدي وصرت صلي. يا رب سامحني أنا بعدت كتير عن الطريق اللي أنا كنت فيها.
بعد هالمرحلة يعني بسنة تقريبا بعد ما أنا وقفت وتكرست من جديد قدام الرب، صار في تحول بالبلد، والناس اللي كانوا موقفين من الجماعات التكفيرية صارت مؤايدة بين شخص سياسي بلبنان مهم، جاء عفو عنهم. شيء منو هين، شيء منو هين أنه توقف قدام شخص كان هو من أحد المسببين بمقتل أختي وبنتها، بين التخلي عن كل اللي كنت أنا فيه، عن الأنا والذات اللي أنا كنت عايشه، وبين المطلوب من الرب اللي كان بإلحاح مبين واضح من الرب لأقدر أقوم بهيدي الخطوة وواجه هذا الشخص. من بعد صلاة ومن بعد صوم وتكريس أنا رحت وجهت لعند، وأكيد كنت عم بتمتع بقوة وبسلطان من الرب لروح واجه هالشخص، لأن الشخص اللي أنا عم واجهه هو شخص كان مسؤول عن مجموعة منو شخص عادي. وصلت لعنده قلت له أنا عايزك بدي أحكي معك على انفراد. هو كان شوي مخض شوي، قلت له ما تخاف أنا ماني جاي انتقم، أنا جاييك باسم المسيح، باسم يسوع المسيح، بالمحبة اللي هو حقيقة اللي ساكبها بقلبي. أنا جاي أقلك أنه أنا بحبك من خلال المحبة اللي هو وضعها بقلبي، وأنا بقلك أنه أنا بقلك أنه الله يسامحك. إذا أنت عايش أو مارق بنفس الاختبار هو عدم المسامحة والغفران والحمل كتير كبير عليك، النصيحة مني وفر وقت، ما تحمل حالك. الانتقام ما رح يشفي نفسك أو ما رح يرويك، بل بالعكس لح تقلب عليك ولح تنأذى أنت. قبل ما تحاول تأذي غيرك بالانتقام أنت لح تنأذى. أسهل طريق تجي لصليب الرب يسوع المسيح وتسامح. وقت أنت لح توصل للصليب الحمل هو لح يقشر، لأن بالصليب لح تشوف المسامحة والغفران، محبة الرب اللي هو حبنا ونحن ما بنستحق. This is the story of Jean. It is a very powerful testimony عن الغفران. So بس قعدت مع جان أول مرة حسيت أنه بدي أسمع قصته قبل ما يقعد قدام الكاميرا، ودايماً الناس بس تجي تقعد قدام الكاميرا عندهم هيدا الشيء اللي بحس أنه يعني الكاميرا بها شيء، ودايماً طلعوا فيها بالورب وما بدهم يحكوا كل شيء، وهذا الشيء طبيعي أكيد. فقد ما فينا ما نجرب نحن وعم نصور حدا ما نكون مبينين، جربوا ما نمشي باستوديو وما كتير تو انتميديت الشخص اللي عم بيتصور بطريقة انه السيت اب وكات رولينج ساوند رولينج هيك بخافوا يعني، بس بدك تجرب تخليه قد ما فيك منك موجود. سو كتير مهم انه تعمل كل السيت اب، تحط كل اللايتنج تبعك وتحط ضمي قدامك، يعني اذا هو بدي اقعد على كاوتش او على كرسي او شيء تقعدوا شخص وتعملوا كل شيء ريدي، بس يفوت الشخص بفوت بيقعد وبصور وما بيتعرف على شيء تكنيكال. ودايما بس يقعد انا بجرب احكي معه شيء ما خصه، يعني خبرني كيف كانت الطريق، كيف في عجقة سير، شو صار معك انت وجاي، كيف كان نهارك، ليه امبارح تاخرت، اتسترا. خليه يحكي عن حيلا شيء اللي هو جزء من حياته، لانه هذا بيعرف انه هو ما عم بيتصور بهذا الشيء، وبس يكون ما عم بيتصور بكون كتير طبيعي، فبيضحك شوي بيبتسم شوي، بس بهالوقت انا بكون عم صور لانه هو بياخذ منه الانسرتس للتستيموني، يعني شيء حركه لايده او ابتسامه اذا بدي، او اذا عم بيسمع شيء هيك كيف قاعد اونستلي عم بيسمع. انا بكون واقف ورا الكاميرا بس ما بكون هو عم بيعرف انه عم بصور. بعدين بنبلش نصور. انا باي ذا واي اي دونت اديت على بريمير، انا ام فاينل كات editor. بس هيدا الفيديو قررنا نعمله على بريمير، قال لي مارتن زميلي بالشغل انه جرب اعمله على بريمير هالمرة. So this was my first testimony that I edit على بريمير. بعدني بسوق شوي مثل واحد بسوق على اليمين كل حياته بعدين بروح على لندن او على قبرص بدي سوق تاني ميل، فمخربط الخبرية. Anyway I'm a better editor trust me على بريمير، على فاينل كات مش على بريمير، بس طلع هيدا مش حاله. دايما انا I pick up the story من الاول بهيدا البارت اللي هون. I pick it up بحط كل الايموشنز تبع الشخص او تبع القصة باول 30 ثانية. والسبب لي اللي بعمله هو انه I imagine انه الناس على تليفونات عم تسمع هيدا الشيء. So if I mute sound و I play الفيديو اذا I So اذا I play الفيديو بلا sound هل هيدا الشيء اللي عم بيشوفه بس
بيدفعوا is it motivating enough انه يدور الاوديو للي عم بيسمع للي عم بيشوف لانه most of our viewers ببلشوا بتليفوناتهم او بالفيديوز ما بيكون في اوديو they have to click تا يمشوا الاوديو so الصورة لازم كأنه تجبر الشخص انه يبلش الاوديو so وهون بهالحالة اكيد لانه عم بتشوفوا رجال عمره 50 سنة عم بيبكي وهالقد منفعل كتير مهم انه بدي اعرف ليش عم بيصير ليش عم بيحكي هلا اكيد في سبتايتلز بالانجلش بس اعتبروا انه ما في سبتايتلز حتى وبهالحاله هون اي كابت سيم كاميرا يعني بالفور شوتس الاولانيات هيدي وهيدي 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 بقينا على نفس الفريم لانه ما بدي الهي المشاهد وخبره بغير انجل ويبلش يشوف الاستوديو ويشوف شو لابس وين قاعد وهيك لانه لو انت ما قصدت بس المشاهد مش شايف شيء منه هدول سو نحن بنكون معودين عليها بالاديت بنقول اذا نطينا على سايد شوت اتس اوكي او كلوز اب اتس اوكي بس هيدا شيء جديد عم تعطيه للمشاهد انا بدي بس اعطيه المسج تبع جان حتى لو فيها تكون على بلاك سكرين ات ويل بي ايديال خليه يسمع الايموشنز يسمع الحكي ويسمع البكي تبعه هيدا الشيء كثير بياثر هلا اللي تعرفوا انه بكل هدول اول شوت ما بيقدر المشاهد يعرف شو عم بيصير معه مجبور يسمع القصة سو هيدا مثل تريلر للموفي بس ما نحطه بالموفي بالأول يلي بيجبر المشاهد انه يسمع بعدين بنفوت على الشوت اذا بتشوفوا الكالر كودز تبعه للفيديو في عنا اول شيء هون البيربل يلي هو كل شيء خاصه بالباست تبعه بعدين الحادث شو صار معه بعدين هون الوفاة هون المسامحة الأزرق هون اخر شيء الكول تو اكشن سو الاخضر هو شو صار معه اول شيء هون مثل كانه بايو عم نتعرف على جان بالموف بالاخضر شو صار معه هون حاله الوفاه هون كيف سامح بالازرق وهون الكول تو اكشن ذا ريزن اللي بعمل هدول انا لانه بهمني كتير بحب اعرف او شوف قد ايه عم بياخذ الكول تو اكشن من التايم لاين كله قد ايش اخذوا لسامح قد ايش اخذوا هيدا اذا بحس في سيجمنت كتير كبيره اكثر من سيجمنت كومبيرد لها 6 مينتس تبعنا بحس شوي اوكي اي هاف تو ريفيزيت ماي اديت بدي اجرب انه يمكن هيدي كتير طويله الكول تو اكشن وهون المسامحه كتير قليله سو بجرب انا اعدل برجع سو الكولرز كتير بهم على التايم لاين الكولر كتير حلو بيعطينا فيجولي قد ايش كل سكشن عم بياخذ ما ضروري اتعرف على جان اكثر من هدول لانه اتس انوف وبعدين بنمشي على الغير هلا كمان شغله نحن مستعملين اربع كاميرات بهيدا الانترفيو مثل ما شفتوا دائما بس تروحوا على هيدا الشوت اللارج شوت بكون في تايم فريم اوكي هون بيكون عم بيعرفنا عن شيء جديد سو هون بالاوبننج بقول انا اسمي جان سو هيدا اول تشابتر تبع هيدا السكشن بنرجع بنروح على ثاني تشابتر يلي هو دائما هون بنشمع تايم فريم بسنة الألفين أول فريم من هذا الشابتر الجديد كمان بسنة الألفين إذا منروح لهون بسنة الألفين هون بيصير بسنة الألفين وأربعة صار مؤتمر سو هذا بسنة الألفين وأربعة كمان بأول فريم على اللارج شوت وكمان هون نفس الشيء وهون آخر شيء الكول تو أكشن أو مارق بنفس الاختبار اوكي هيدا دائما هيدا السيت اب هلا كمان الحلو بهيدا اللارج سيت اب والباجز المستعملينهم هو انه في اللاين يلي هو البيرسبكتيف تبع الباجز كلهم عم بيدلوا على جان عم بياخذونا على جان سو فيجولي اي وونت تو هيلب السيت انه يكون عم بيروحوا كلهم على السبجكت تبعنا يلي هو جان بهالحاله ان ذا سنتر The reason why we shot centers لأنه تيعطي perspective تبع السايد. This is a one light setup للبهمون اللايتس. هيدا جان هون عندك setup من هون طالع one big one light setup. أنا I'm a big fan of one light setup. هيدا setup هون اليوم اللي قاعد فيه أنا كمان it's a one light setup. إذا بدك بلكي هلا بسأل حدا من التيم يصور شات من ورا بنرجع بنحطها موبايل شات it's okay. فرجيهم عنا a big soft box هون it's a one light setup في reflector هون. I love one light setups. They're so natural. It's challenging, I know, but it's natural and I love it. كمان باللارج شوت تبع جان بهيدا all this area was white لأنه الاستوديو ما ساع كل السيت اب على اللارج كاميرا. So هدول هون كلهم كل هيدا الشيء هو ثلاث شنط هو منزدين بالبوست كمان منه موجودين. ما عندي شوت للبيفور لأنه عملنا رندر وكبينا الشوت القديمة. So هيدا هون كان كله. وهدول الشنط لأنه قلت لكم أنا one light setup سوري إذا عبرت شوي يمكن it is a one light setup إذا بتشوفوا هيدا الشادو هون على الشنطة يلي هو فرجوني على الماوس هون this هيدا وهيدا وهيدا اللايت
هدول استعملت هدول سكاوتس لايت عرفتون هذا ليد لايت اتس وان ليد لايت حطيناهم على الريجز وحطينا على كل شنطه وحده سو هيك تيك 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 ووزعناهم اون توب سو اذا بتشوف الشادو يلي قدام الشنطه هيدا وهون 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 هيدا جاي من الـ من الـ هيدا السكاوت لايت يلي هو it's very cheap حقه $2 وفيكم تحطوه it's very easy it's very practical لتضوي small lights كمان كل هدول هن just to help us tell a good story شغلة تانية كتير مهمة بالأدت وقت تكونوا عم تعملوا أدت أكيد مجبورين تنقلوا من كاميرا لكاميرا لأنه جان حكي 45 دقيقة of good material 45 دقيقة كانت قصته بس تجي تعملها 6 minutes it's a very challenging task انه اي بدك كب واي بدك تخلي وين بدك شو بدك تخلي من القصة ففي عنده قصص مخبريات مخبرة مثلا I don't know 7 دقايق او 10 دقايق كبها كلها لانه ما بتساع so you have to sacrifice this it's a choice وكتير كتير كتير مهم انه بس ترجع تحضر القصة انا على ورقة وقلم حد برجع بأيد كل البوينتس اللي عم بقولها تيك 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 وبقراها بعدين تشوف انه مرق على كل شيء لانه انت كأديتر بس بلش تعمل اديتينج كل الفوتج براسك عم بتعرف انه الخبرية بتعرف انه هو كان هيك وبتعرف انه هيك فاذا ما قالها ما بتنتبه انه ناقصة بس تكتبها على ورقة حدك بتنتبه انه هذا الشيء ناقص وهيدا المعلومة ما موجودة بالفيديو so you have to go find it and put it بس خلص تصوير حيالله شيء بعمله انا I always watch the footage, raw footage, at least twice, full. بحطهم وبقى بحضرهم. بسمع كل شيء. لازم كتير مهم تعرف شو الماتيريال اللي عندك إياها. كتير منيح وتحضرها كتير منيح كل الوقت لوقت طويل. لبس كنت بتعمل edit بس عزت فكرة عزت شيء تعرف إنه هي موجودة هون هي موجودة هون. What I do is أنا بحضرها على timeline مش بحضرها quick time. بحضرها على timeline بالedit. And I put markers. إذا بتشوفوا في markers على الهيدا. تقول لي انه هون بكي هون بدي هاي الاموشن هون بدي هاي الخبرية هون بس قال هيدا الشخص هون سو بتصير اهون علي فتش عليهم بس كمان بس نوصل على الادت مثل ما كنت عم بقول قبل شوي we need authentic edit اذا بتشوفوا هيدا الفريم هيدا الادت هون قدي طويل هيدا اطول شوت بالفيديو the reason why قررت انه اعملها اتركها full frame full كاميرا بلا edit هو لانه I needed the emotions يلي عم بتبين من جون so هون اساوي كنت انا فيها وقع وانتقام وعدم غفران انكسر ما ضل شيء كسر ما ضل شيء قلت قدام مع انه بغالب بيقول انكسر ما ضل شيء انكسر هو ما ضل شيء ما انكسر بس بتركه لانه this is real you know سو هون بالاديتينج انت اوكي قدمت لقدام كات ونزلت على الكاكي بدغري another cut لانه بتعمل تستموني طويل بس بهالحالة it's very important تتركه let him roll لو بطيء شوي البيس لانه people should see how true this is this is not edited وانا ما عم بفنس عليك بالاديتينج او ما عم I'm not fooling you بالاديتينج لحسسك شيء this is how he said it You know, so this is a hero shot, Samiana. This is the hero shot of the video. يلي هي it's very true, very honest, very direct. أكيد قصة جان it stands alone. It's a very powerful story. الشغلة إنه لو كانت هيك دائما نطلب من اللي عم بيعمل التستموني إنه يعطي call to action للفيور. إذا حدا بتخيل دائما أنا شاب قاعد بقوته بشي ضايعة بآخر الدنيا عم يحضر هذا الفيديو this is ما بحياته بيعرفه للشخص ولا شيء this is so powerful بس يخلص الفيديو شو بدك إياه يقول فدايما بنطلب هذا البيربل هون هذا مش بيربل صرنا هون بينك عم جنتا ما بعرف شو بنطلبه يقول call to action بنسميه سو إذا بتسمع هون سوري هون اللي بقوله أنت عايش أو مارق بنفس الاختبار هو عدم المسامحة والغفران والحمل كتير كبير عليك النصيحة مني وفر وقت سو بيقول إذا أنت عندك نفس الاختبار إذا أنت مارق بهذا الشيء أكيد سمعتوها بيعطيه نصيحة بيقول له نصيحة مني وفر وقت روح دغري على الصليب وحط حملك عند يسوع وهو بيساعدك أنه تغفر والغفران هو better option لإلك من أنه يكون عندك شيء تاني من الحقد So this is very powerful the call to action بالأخير أكيد 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 الانسرتس هنك شيء كتير مهم بالفيديوز يعني الانسرتس والميوزك لإلي I'm sorry to say it this way, more important than the story itself. لأنه هن بيعملوا الإيموشن تبع الفيديو. Sometimes نحن بنقعد شهر شهر ونص تنقل ميوزك للفيديو. منخلص تصوير وبشهر ما منلاقي ميوزك. هالقد أوقات منطول لنلاقي ميوزك. كتير مهم إنه الميوزك تكون هيك to marry the story. يعني it's blending, it's one piece of the story. أي إيموشن بالميوزك, أي تراك. Sometimes we mix two tracks. هوني we've mixed two tracks on the same key. تنعطي نفس emotion, a different emotion وعم بيبكي.
واكيد الانسرتس اللي هن كانوا كتير مهمين. الانسرتس هون على الشنط، ما كتير عملنا انسرتس على الشنط، بس الانسرتس المهمين حطيناهم هن كانوا على الهورسز which we introduce هون الهاردشيب، بس قول رحلة جديدة، وهون بلشت رحلة الصراع ورحلة المعاناة. هون بلشت رحلة المعاناة معي أنا كشخص. So yeah، بتصيروا حافظين الفيديو تبعكم. وهون كمان بلش نعطي the idea of a horse يلي منفرجيها هون، أكيد مش as a horse as legs، هون horse أكيد the close up we always use it لنفرج الإيموشن تبع الشخص و keep it long shot. لو عم بيحكي، لو فتوا على chapter جديد هون بكون بيحكي عن شيء تاني، لو فتنا على chapter جديد it's okay حطوا الانسرت تبع الإيموشنز تبعه. وهون بيحكي عن أخته وبنتها، كان هو من أحد المسببين بمقتل أختي وبنتها. So منحط two horses، اختي وبنتها، يعني اخته لجان وبنتها. So that's why في عنا two horses. اكيد المشاهد ما بيعرف هذا الشيء، بس our brain دايما it appreciates beauty، بقدر هذا الشيء بلا ما نعرف، بخلينا نحب، بخلينا شيء جزء من القصة بلا ما نحس، بلا ما نعرف ليه. هدول ال two freedom هيك they're freely riding كأنه they're now angels riding somewhere. وآخر شيء كمان في عنا ال aerial shot تبع وقت اللي هو إذا حدا ما غفر، وآخر شيء he gets مثل بينضم لسحابة الناس هدول ال heroes يلي كمان غفروا. I know it sometimes gets philosophical, but trust me, it tells the story very well. So بكون عم بيحكي هون. وأنا بقول لك إنه أنا بقول لك إنه الله يسامح. So هون بقول له الله يسامح، كأنه هو بيطلق حاله حر. جان هون بيصير حر. So منشوفه as a free horse لوحده، بس بعدين منشوف إنه everyone يلي بيسامح بيصير معه. إذا أنت عايش. That's how بتجي الـ call to action. إذا أنت واحد من هول horses يلي منك free، go وانضم لهالسحابة الناس يلي هني heroes وبشو اسمه وبيغفروا. آخر شيء we under the same horn إن شاء الله. Sound design is everything كمان. هون أكيد ما الـ sound design ما كان مسجل وقت filming الـ outdoor shots، لا الماي ولا هيدي، it's always edited بالستوديو والساوند ديزاين بالستوديو. هيدا الشوت إذا انتبهتوا لركضة الحصان كانت هي الأوديو on the left، بس لأنه الشوت بفوتوا from the right، الأحصنة بفوتوا from the right of the screen، so we flipped the audio تبع الأحصنة، we flipped the pan مش الأوديو، we panned them right تيبلشوا كمان نفس الشيء. So hot details they might sound boring، بس this is what helps tell a good story. So كتير مهم بس ما نبلش بتستموني نلقط المشاهد من الأول. رح أعطيكم few examples عن other testimonies. أكيد we're not going to dissect كل testimony كل story، بس few examples سأعطيكم شوي عن الفكرة عن شو عم بيصير. مثلا بتستموني بيير، هذا الشخص ما بيسمع. So هو أطرش. So الطريقة اللي بلشنا فيها testimony بلشنا من عشق الطريق وكتير شيء قوي، وبعدين رح فرجيكم شو منه. So the reason why إنه ب 15 ثانية فرجينا إنه كل شيء عم بيصير حوالينا بالحياة، هذا الشخص بس وصل عليه ما بيسمع منه شيء. هذا بيير. بخصوص مثلا جوز تستيموني، عملنا هذا الشيء مثل هدول اللاينز، وكان هو في تشابترز لكل كل واحدة منه كان تشابترز. So the viewer بس يشوف هذه السفرة هي الولادة، وبنرجع بنروح على غير واحدة يلي بتكون another chapter يلي هي الموت. ودايما منسمي الفيديو بعكس، يعني الولادة هي بس مات بيو، الموت هو بس هو صار مؤمن. So you know عم نسميهم بالعكس، يعني إذا بتحضر إذا بتسمع الاسم إذا بتقرأ الاسم وبتسمع شو عم بيصير وراء شوي هيك بالعكس، which is nice. I like this controversial approach. بعدين هون الموت الثاني كمان another one تبع تستموني مايكل. مايكل شخص
عنده تشوه خلقي بإيده. We went with a very honest approach. حطينا كل السات, فرجينا اللايتنج. هيدا اللايت على وجهه actually من هيدا اللايت, ما كان, we were not faking it, كان منه. وبعدين عملنا التريك فيه انه هو is a musician, so عملناه عم بدق كذا آلة. وبعدين الميجر شوت تبعنا كانت بتحط ايدي بجيبي كل الوقت. So جانا عملنا حطينا على green screen, we spread him around وخليني كل الآلات at the same time just to كمان integrate music ونفرج المالتي تالنت اللي عنده إياها. كمان واحدة من التستيمونيز يلي راحت viral, big time viral, هي تستيموني تبع فرح. كنت أحس حالي عن جد كتير وحيدة, كتير ما حدا ليك شدي. هيدي واحدة من الاكزامبلز اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي. انا بس اجت فرح على استوديو ما بعرفها كنت قبل التصوير, قعدت على الكاوتش وقعدت هيك حط جرايه فوق وهيك, قلت له بس بدي بلش تصوير قلي لاقعد مزبوط. فانا ما قلت له وبقت كل التصوير قاعده هيك. I wanted her to هالقد تكون honestly هيدي الكاميرا we wanted first to zoom in وكروب, يعني كروب هون هيك كيف بدنا اياها. بس بعدين تركنا اللايتس تبعنا وكل شيء وي فيلمت. هيدي قديمه التستيموني يعني, بس ات ونت فيري فايرل يعني, صاروا الناس يعملوا لها داونلود ابلود داونلود ابلود وفي كتير ناس حطوها. سو كمان نفس الشيء بالاول, انا اي يوز ذا اوبورتونيتي اوف هير ايموشنز بحطهم بالاول. كنت اترجاها تسحبنا لجوا, كنت اترجاها يا ريت بقدر كون انا الصوره يلي جوا مش برا, يا ريت بقدر انحبس جوا بس ما ارجع اطلع. وبتشوفوا انه كل شوت هي فيت تو بلاك ومن بلاك لبلاك وون شوت, ما بنعمل اديت فيها ابدا. هيدا يعني بعتقد هيدا اكثر تستيموني عذبتنا انا بعمل اديتنج, لانه بقيت يمكن عزلت حالي باستوديو, ما يعني ما قعدت بمكتب تبعي, عزلت حالي يمكن شي خمسة ايام تقدرت خلصتها, لانه كان فيها كتير ايموشنز وكتير خطر انه اي بارت من الستوري بدك تقصه وتحطه, لانه كمان حكيت شي 50 دقيقة على الكاميرا. سو بعدين هون بس تخلص كل التشايلدهود اجوني تبعها. انا اسمي فرح. سو هون بتبلش القصه. هيدا الفريم اول مره بنشوفه هو هون قبل ما بنشوفه. So this is where I establishing shot تبع هيدي, هي كأنه هون منا من ال large shot. Sometimes your establishing shot ما بتكون the largest shot. هديك فيها lights والكاميرا مبين البيانو حدا, ما بدي اياها تكون establishing shot. وهون center كمان center, يعني you break the rule of third sometimes, بتحطها in the center intentionally. وأنا اسمي فرح وهيك مع هالابتسامة, وهون وقفت بكي وبلشت تخبرنا خبريتها. So this is very powerful. ومصيروا نط عليها كمان. I go again, I use شوي مثل جونز تستيموني, بس هون هيك كانت emphasize أكتر إنه بروح عليها على كل مرة عم تبلش شي جديد. وآخر شي freely we go into عم بتدق على البيانو وتعمل شو اسمه. بالتستيمونيز كمان دايما أنا بكسر lead space. lead space هو بس يكون عنا ال subject هون إذا عم بيحكي لهونيك, سو منحطه هالجهة وبكون قدامه الفاضي. You know what comes out of interview, إذا أنا عم بحكي هيك مع شخص ما بكون كادري هيك وهون فاضي. أنا دايما بحب أكسر هذا الشيء, إذا هي عم طلع لهون بحب فرجل وراها الفاضي. إذا كانت a dark story I use this بجان كتير, بتستيموني تبع جو كتير. سو بحط lead space ورا الشخص لأنه بيخلق لي هال discomfort بالأدت, you know. يعني دايما الرولز حلو نكسرها بالتستيمونيز, لأنه أصلا هالإنسان مكسر بحياته اللي طلع معه هالتستيمونيز. So let's come and break the rules of filming. وحتى هون بكسر ال 180 degree rule, لأنه من بصورها من ورا في محل ببرم لتاني ميل. و intentionally I did this to confuse المشاهد شوي على, you know, I want this to look like باخد شوت من هون بعدين بياخدها من تاني ميل, هي إيد على البيانو. هيدي واحدة من تستيمونيز كمان يلي عملناه هون. وفي another testimony that went كمان viral أكتر من فرح, بس مش ببيج شارك. يعني هيدي it was على some shots كانوا عندهم 10 مليون على views, 10 مليون views على البيج تبعهم, مثل في pages كانوا عملوا له upload. هي تبع دارين إذا شفتوها. كمان I drop the emotions بالأول وبخبر قصتها وبفرجي inserts. هلا التشالنج كان بالinserts إنه عطتني كل الصور كانوا portrait وما صورتها ببيروت, سافرنا على دبي صورتها هنيك, so ما كان معي كل الجير تبعي, so I had to fake شوية blurs حواليها to tell the story. وكمان she gets the emotions. وبعدين نعمل inserts بالجيم. أنا دارين مزوجة وعندي ولدين. دارين هون بتعرف على حالها بالتستيموني. آخر
نص دقيقة من التستيموني اللي هي 6 دقايق. So تركت الانترودكشن للآخر لأنه the way she looks وقديش هي involving ما كان في ضرورة أنه ينطر المشاهد ليتعرف عليها ليكمل لأنه كان كتير engaging. وبالآخر قلت له أوكي now tell me أكيد هي هم صورتها بالأول جات أنا كبيت الأدت بالآخر على قصة دارين. This is basically ما بعرف في كتير أشياء مصورينا we can't talk عن كل شيء. Thank you very much please إذا في Q&A I trust حدا من الموجودين هناك في جاي بشوية أسئلة. I'm sure في ناس كتير أشطر منه هناك و I trust إنه في فيلم ميكرز بعقده. So please guys take the lead وجاوبوا عن هذا الشيء. Again بقولكم I'm sorry for not being with you. Blessings لكلكم و love you كتير و please next time I hope إنه نعمل هذا الشيء face to face. Bye bye.